مريم، مساء الخير ايضا للمشاهدين الكرام. اذا البدايه سر بمشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي خصوصا في مجال الطاقات المتشدده. اذا هذا المشروع الذي يمتد على فتره تصل الى 24 شهرا وهو يندرج في اطار تفعيل برنامج انجاح الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الاوروبي. المشروع خصص له غلاف مالي قدره 1,150,000 أورو وذلك بهدف مواكبة جهود المغرب في مجال الطاقة المتجددة. خديجة زروال وعبد الرحيم مزاحم. تقوية قدرات المغرب على المستوى التشريعي ومواكبة الدينامية التي يعرفها في مجال الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة هدف برنامج هذه التوأمة الذي سيمتد على مدى 24 شهرا ويمول الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1,150,000 أورو. تجدد هذا الدعم بالنسبة للمستقبل، ولا سيما أن هناك تطورات كبيرة كيعرفها قطاع ديال الطاقة، وكيحتاج نكون دائما عندنا هذه اليقظة على المستوى التشريعي والمؤسساتي باش يمكن لنا نجزو في أحسن الظروف السياسة الطاقية لبلادنا والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. لدينا استثمارات مهمة في مجال الطاقة بالمغرب، ونخصص دعما لجلب المستثمرين وأيضا مؤسسات مالية من أجل الاستثمار في هذا المجال، وهذه مسألة لها فوائد كبيرة وسنعمل على مواصلة ذلك. فرنسا وألمانيا شريكان أساسيان في هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل برنامج الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فرنسا ملتزمة بشكل كبير بدعم الطاقة بالمغرب، نتقاسم نفس الأهداف وندعم المغرب حتى يصل إلى تحقيق نسبة 52% من قدراته الطاقية باستعمال الطاقة المتجددة، وهو ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مؤتمر كوب 21 بباريس. ألمانيا برهنت أنه بالإمكان استعمال الطاقات المتجددة وهي بلد صناعي كبير، فما دام ذلك تحقق بألمانيا يمكن أن يتحقق بالمغرب، وهو البلد الذي يتوفر على إمكانيات جد هامة في هذا المجال. برنامج التوأمة في مجال الطاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيشكل أيضا منصة لنقل تجربة وخبرة الطرفين إلى باقي الدول الإفريقية.